بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، لأول مرة العلماء يكتشفون إعصاراً فضائياً مذهلاً. الحقيقة كل يوم هناك اكتشافات تعزز إيماننا بالله، تعزز ثقتنا بهذا الكلام العظيم، كلام الخالق تبارك وتعالى. الله عز وجل أقسم بهذا الشفق. دعوني أتأمل معكم هذا الإعجاز الكوني والقرآن لنشهد أن كلام الله هو الحق سبحانه وتعالى. الحقيقة أيها الأحبة، سجل العلماء أو صور العلماء مؤخرا، طبعا البحث نشر حديثا عام 2021، ولكن قبل 7 سنوات تقريبا صور العلماء بعض الظواهر الكونية حول كرتنا الأرضية، كانت محيرة لهم، فاستغرق الأمر 7 سنوات حتى تعرفوا على هذا الإعصار الفضائي الجميل جدا. انظروا أحبتي في الله، العلماء لاحظوا وجود شرائط من الأضواء النابضة تتراقص في السماء بالقرب من القطبين المغناطيسيين الشمالي والجنوبي. الكرة الأرضية أيها الأحبة لها أقطاب مغناطيسية شمالي وجنوبي. هذه الأقطاب لماذا خلقها الله؟ لماذا وضع الله الحديد في مركز الأرض؟ لماذا جعل الله تبارك وتعالى لأرضنا غلافا أو مجالا مغناطيسيا قويا جدا؟ الحقيقة لم يتمكن العلماء من معرفة السر إلا بعد دراسة ظاهرة من أروع الظواهر الكونية، وهي ظاهرة الشفق. دعوني أتأمل معكم أيها الأحبة كيف أن فريقا دوليا من العلماء اكتشف أن الأضواء الشمالية التي تدور في شكل حلزوني غير تقليدي يشبه الإعصار، مشابه للشكل المألوف للإعصار. هذه الظاهرة أطلقوا عليها إعصار الفضاء. الحقيقة هذه الظاهرة أحبتي في الله منذ 30 عاما والعلماء يدرسونها، ظاهرة الشفق القطبي، واحتاروا كيف يفسرونها. ولكن حقيقة التفسير هو أن هذا الشفق يحمينا نحن على الأرض من شر الرياح الشمسية القاتلة، ولولا هذه الآلية المغناطيسية المعقدة لهلكت الحياة على سطح الأرض. سوف نتعرف على السبب حالا أيها الأحبة. طبعا هنا أحبتي في الله أنا لدي فيديو يعني لإعصار، طبعا معروض على موقع ناشونال جيوغرافيك، طبعا إعصار فضائي لأول مرة. العلماء يكتشفون هذا الإعصار أو يؤيدون وجوده لأول مرة عام 2021. دعوني طبعا هنا أيها الأحبة أتأمل هذا الفيديو. دققوا معي أحبتي في الله، هذه هي كرتنا الأرضية وهذا هو شكل الإعصار. سبحان الله، يعني يدور ويمتد لمئات الكيلومترات في السماء. طبعا هذه الشمس، يمتد لمئات الكيلومترات في السماء أيها الأحبة. سبحان الله، يعني شيء مذهل. يعني هذه الظاهرة لماذا هي موجودة؟ ما هو المبرر من وجودها؟ انظروا هذه الأضواء التي تتراقص، هذه الأضواء أحبتي في الله تتراقص وتدور في دوامة حلزونية وتنطلق باتجاه السماء. طيب هذه الأشعة من أين تأتي؟ هذه الأشعة هي تفاعل الغلاف المغناطيسي للأرض مع الرياح الشمسية القاتلة التي تأتي من هنا. دعوني أتأمل معكم هذه الظاهرة، كيف أن الله سبحانه وتعالى يعني أقسم بشيء عظيم
والله لا يقسم إلا بعظيم سبحانه وتعالى أن هذا القرآن هو الحق. الدراسة نشرت على مجلة الطبيعة الأمريكية، طبعا مجلة شهيرة، في عدد فبراير 2021، واستمر هذا الإعصار لمدة 8 ساعات، وكان عرضه أكثر من 1000 كيلومتر. قطر الدائرة التي رسمها 1000 كيلومتر، وامتد من قاعدته 100 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر، يعني على ارتفاع 100 كيلو من سطح البحر هذه القاعدة تشكلت، وارتفع في السماء 800 كيلومتر. تصوروا هذا الإعصار المذهل أحبتي في الله. طبعا أنا هنا يعني لدي تفسير مهم جدا علميا من الناحية العلمية أحبتي في الله. هذه هي أضواء الشفق، وهذه هي كرتنا الأرضية، هذه الصورة بالقمر الصناعي. طبعا عندما تأتي أشعة الشمس من هنا تصطدم مع الغلاف المغناطيسي غير المرئي للأرض، وتتشكل هذه الأضواء نتيجة تفاعل واحتراق الجسيمات القادمة من الشمس، والتي لو اخترقت الغلاف الجوي لدمرت الحياة وأحرقت الحياة على ظهر الأرض. هنا أحبتي في الله أنا أود أن نفهم هذه الظاهرة لندرك لماذا أقسم الله بها. ينبغي أن نفهم أيها الأحبة، لأن الله أمرنا أن نتدبر القرآن، وعندما يقول الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بالشفق، فهذا يعني أنك أيها المؤمن ينبغي أن تدرس ظاهرة الشفق، وإلا كيف تتدبر القرآن؟ يعني هل من المعقول أن نقرأ فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق، نقرأها آلاف المرات هكذا فقط؟ يجب أن ندرس هذه الظواهر لنكتشف قدرة المبدع سبحانه وتعالى وقدرة هذا الخالق العظيم الذي يعني حمانا وجعل حول الأرض سقفا محفوظا. هنا أيها الأحبة السماء، هذه هي السماء. طبعا الغلاف الجوي هو أول جزء من السماء الدنيا. السماء الدنيا يعني هذه الأرض، وهذا هو الغلاف الجوي، هنا يمتد 100 كيلومتر تقريبا فوق سطح الأرض. انظروا أيها الأحبة، دعوني أشرح قليلا. طبعا يعني هذا هو هنا الغلاف الجوي، هذا هو الغلاف الجوي هنا أيها الأحبة، هذا هو حول الأرض يمتد. هذه السماكة البسيطة هي 100 كيلومتر، طبعا قطر الأرض أقل من 13,000 كيلومتر تقريبا. هنا طبعا هذه الصورة غير حقيقية، لأننا إذا وضعنا صورة الشمس بهذا الحجم يجب أن لا نرى الأرض، ستكون الأرض بحجم هذه النقطة، أو هذه ستكون بحجم كرة صغيرة ليس لها أي يعني حجم أمام الشمس. الشمس تتسع لأكثر من 1,000,000 أرض، يعني لو جئنا بمليون كرة أرضية ووضعناها داخل الشمس تتسع لأكثر أيضا، أكثر من 1,000,000 أرض. المسافة من الأرض إلى الشمس 150 مليون كيلومتر. إذن المسافة من الأرض إلى الشمس 150 مليون كيلومتر. قطر الأرض بحدود 12,750 كيلومتر، تختلف من بين القطبين أو بين خط الاستواء. المهم هذه المسافة، طبعا هذه الصورة غير حقيقية، هي رسم فقط للتوضيح. الشمس هنا أيها الأحبة تبث جسيمات كونية حارقة، هذه الجسيمات تكون سرعتها عالية، لو اصطدمت بالبشر مثل، سأشبه لكم المفاعل النووي، أنت إذا اقتربت من تفاعل ذري ما الذي سيحدث؟ سيحترق جسدك. هذه الشمس عندما تحدث فيها بعض الانفجارات
تطلق كميات مرعبة من هذه الجسيمات الكونية الحارقة تسمى الرياح الشمسية. تأتي من هنا أيها الأحبة باتجاه الأرض، باتجاه الأرض تأتي، انظروا أحبتي في الله، تأتي باتجاه الأرض. الأرض لديها مجال مغناطيسي قوي جدا، منيع، سقف مثل السقف الذي نحتمي تحته من الأمطار، من الغبار، من الكوارث، من الصواعق نحتمي تحته، ولكن هذا السقف غير مرئي. سبحان الله، سقف الأرض هنا غير مرئي. عندما تأتي الرياح الشمسية القاتلة أو الجسيمات التي تنطلق من الشمس بسرعة هائلة جدا، تتفاعل مع المجال المغناطيسي وتحترق وتتبدد وتطلق هذه الأضواء الرائعة التي تسمى الشفق القطبي. طبعا أنا لدي هنا أيها الأحبة صورة أكثر وضوحا، هذه الرياح الشمسية التي تنطلق من الشمس باتجاه الأرض. هذه الخطوط أيها الأحبة هي غير مرئية، يعني هي مرسومة رسم. هنا كرتنا الأرضية، إذن الكرة الأرضية هنا، وهذه الخطوط هي خطوط الطيف أو المجال المغناطيسي للأرض، لأن نواة الأرض هي حديدية، معظم حديد الأرض يتركز في نواة الأرض وليس على السطح، في النواة. هذه النواة الحديدية تعطي المجال المغناطيسي للأرض، فعندما تأتي هذه الرياح يتصدى لها هذا السقف المنيع، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. للأسف يقولون إن الطبيعة هي التي زودت أرضنا بهذا المجال المغناطيسي الرائع والمناسب للحياة، هكذا يقولون، ولكن نحن نقول الله خالق كل شيء. هنا أيها الأحبة تتفاعل هذه الرياح، أين؟ على القطب الشمالي والجنوبي، هنا أماكن انطلاق الخطوط الطيف المغناطيسي، وتشكل هنا الشفق القطبي على القطب الشمالي والقطب الجنوبي. طبعا أنا لدي صورة أخرى أيضا يعني للتوضيح أحبتي في الله. هنا طبعا هذه الرياح الشمسية القاتلة، لولا هذه الخطوط غير المرئية، لولا المجال المغناطيسي القوي جدا والعنيف الذي يتصدى لهذه الرياح الشمسية القاتلة، ستأتي هذه الجسيمات الحارقة مباشرة إلى الأرض هكذا، وستخترق الغلاف الجوي، لأن الغلاف الجوي لا يستطيع صد هذه الجسيمات الدقيقة جدا، ستخترق الغلاف الجوي، وستتعرض أجسامنا لهذه الجسيمات الحارقة وهي غير مرئية، أنت لا تراها ولا تشعر بها، تجد أن أجساد المخلوقات النباتات تحترق، تدمر الحياة على الأرض. إذا من الذي يهيئ الأسباب المناسبة للحياة على الأرض؟ هو الله، هو الذي وضع هذا المخطط، هو الذي وضع هذا الإتقان الإلهي، صنع الله الذي أتقن كل شيء. انظروا أيها الأحبة، هنا أنا أود أن أتأمل معكم هذه الآيات الكريمات. الله تعالى يقول: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. فما لهم لا يؤمنون، هذه الآيات من سورة الانشقاق. أحبتي في الله، من كان يعلم بأهمية ظاهرة الشفق بشكل عام؟ من كان يعلم؟ يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الزمن أدرك مثل هذه الظواهر الكونية ليقسم بها؟ لماذا لم يقسم بأشياء كانت سائدة في زمانه مثلا؟ أو كان العرب يتغنون بالأطلال وفي زمن الجاهلية وبالحبيب
الديار الخاوية على عروق الخالية وكذا يعني. لماذا لم يتغنى بالخمر؟ يعني كانت ثقافة المجتمع عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام هي الخمر والنساء والغزل والحب والهيام والكأس والناقة والصحراء والديار والحبيب المحبوب، هذه ثقافتهم. كيف أخذهم باتجاه الكون؟ فلا أقسم بالشفق. وهنا انظروا، لم يقل أقسم، قال فلا، يعني لا داعي للقسم، ظاهرة واضحة أمامكم، ليس هناك داعي أن أقسم، لأنه لا يستطيع أحد أن يدعي أنه هو الذي صنع هذا الشفق أو هو الذي خلق هذا المجال المغناطيسي الذي يتصدى للرياح الشمسية فتحترق هذه الرياح والجسيمات وتتفاعل وتشكل هذه الأضواء الرائعة التي نستمتع بها نحن أيها الأحبة. والليل وما وسق، أي وما حوى، الليل وما حوى فيه من مخلوقات وكائنات، وأن تعلمون أن معظم الكون هو الظلام، أكثر من 99% من كوننا هو الظلام، إما مادة مظلمة أو طاقة مظلمة أو فراغ مظلم. كل ما نراه أيها الأحبة حتى بالتلسكوبات والمراصد الفضائية مثل مرصد هابل وغير ذلك، كل ما تم رؤيته من قبل البشر أقل من 1%، والذي لا نراه في الكون هو 99%. لذلك الله تعالى قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، تمام؟ والقمر إذا اتسق، طيب هذا القمر سبحان الله يدور بنفس يعني دوران الأرض ودوران الشمس، هناك نظام يجعل الوجه المقابل للقمر دائما تراه نفسه لا يتغير، مع العلم أن القمر يدور حول الأرض. فهذا الاتساق للقمر وهذه المنازل التي نستطيع أن نرى من خلالها أجزاء الشهر ونعلم السنين والحساب، كيف جاء هذا القمر بهذا الشكل؟ ومن أين جاءت هذه الإنارة العالية؟ في المجموعة الشمسية لا يوجد إلا قمر منير فقط، مع أن المشترى له أقمار وكذا، له أقمار وزحل وكذا، ولكن كلها أقمار غير منيرة. القمر موضوع في المسافة المناسبة وسطيا بحدود 300 إلى 400 ألف كيلومتر عن الأرض، وحجمه مناسب، قطره بحدود 3500 كيلومتر، مناسب جدا ليبدو منيرا، ولو أنه ابتعد قليلا لم نستفد منه شيئا، لو اقترب قليلا لجذب ماء البحر وأصبح لدينا مشاكل كثيرة يصعب حلها. إذن من الذي جعل القمر يتسق بهذا الشكل؟ والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. طيب هذا قسم بأشياء كونية، الشفق، الليل وما فيه من أشعة كونية وغير ذلك، والقمر، اتساق القمر ومنازل القمر من هلال إلى بدر إلى كذا. طيب أقسم بهذه الظواهر أنكم أيها البشر ستركبون طبقا عن طبق. من كان يتخيل أن هناك زمن سيأتي ليصعد العلماء ويخترعون هذه ما تشبه الأطباق التي يصعدون بها إلى الفضاء، إلى المريخ، إلى يعني الإنسان اليوم وصل إلى المريخ، طبعا لم يصل بجسده ولكن وصل بآلاته، ولكنه ركب هذه الأطباق ووصل إلى القمر. والآن هناك رواد فضاء ونحن نتحدث الآن موجودون حول، يركبون هذا الطبق أو هذه المراكب الفضائية ويدورون حول الأرض. يعني هذه آية عظيمة أيها الأحبة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال فما لهم لا يؤمنون. معقول أن الله يحدثكم عن شيء أنت تراه اليوم، ترى هذا الشفق وترى يعني هذه الظواهر، ورأيت بعينك هذه المراكب الفضائية لتركبن طبقا عن طبق، ثم تنكر وتجحد ولا تؤمن؟ والله أيها الأحبة إن هذه الآيات لتشهد أن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى،
نستودعكم الله، وإن شاء الله نأتي باكتشافات جديدة قريبا. تابعونا، ولا تنسوا أحبتي في الله، أحب أن أنبه على نشر العلم النافع. كلنا سنقف أمام الله، كلنا سنموت، لن ينفعك في قبرك من الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إحدى هذه الثلاثة وأحد هذه الثلاث علم ينتفع به. فإذا لم تستطع أن تأتي بعلم ينتفع به، أنقل هذا العلم عسى أن ينتفع الناس به بعد موتك. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.